انا بغيت نعرف شنو بيني وبينها باش انها تنشرت الصوره ديالي وتحطني مع دوك الفيديوهات وتحطني مع دوك البنات وانا ما دايره حتى شي حاجه. كيفاش وصلك الخبر اشمن؟ انا من شفت ديك الساعه الوالده ديالي ضربت وجهها انا سخفت ما بقيت عرفت راسي شنو غادي ندير. انا ما كنعرف هادوك البنات حتى البنات اللي معايا في التصاور اقسم بالله اختي سميرة انا ما كنعرفهمش ما بيني وبينهم حتى شي علاقه. علاش غادي تطيح بالسمعه ديالي وتشوهني وتحط تصاوري وتهضروا كلشي كيهضر فيا بالخايب؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بجميع الاخوان والاخوات المغاربه والمغربيات فيما كنتوا ازول في اللون. رجاء الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه وعجبكم المحتوى فما تبخلوش بالاشتراكات ديالكم وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على اخر مستجدات وتطورات الفضيحه التي هزت مدينه الخميسات مؤخرا واللي البطل ديالها ابن مسؤول قضائي اللي كان كيصور فتيات ومثليين في اوضاع مخله وهم يمارسون مع الكلاب اعزكم الله. فضيحة من العيار الثقيل تلك التي هزت مدينة الخميسات هاد الأيام الأخيرة. ولد الفشوش اللي كيستغل الفيرما ديالو وكيحيي فيها السهرات والليالي الملاح مع شابات ومثليين اللي كيمتهنوا الدعارة. وكون غير وقفت هنا الأمور لا القضية فيها جنس جماعي، والأخطر من ذلك أنه يمارس مع الكلاب أعزكم الله. هذه ظاهرة خطيرة جدا، ظاهرة لغريبة. احنا مغاربة عرب ومسلمين وكنتبرؤوا من هذه الأفعال الإجرامية وكنتبرؤوا من أي حاجة كتغضب الله سبحانه وتعالى. هاد الناس هادو ماشي غير كيغضبوا الله، هادو راه كفروا وارتكبوا الكبائر وتعدوا على الحيوانات واستغلوهم وكيمارسوا اشياء اللي هي محرمه في الدين ديالنا الحنيف. يعني اش غنقول لكم، هاد الناس هادو ما عرفتش واش بشر نيت بحالنا ولا شي حاجه اخرى، الله اعلم. هاد القضيه الكبيره بزاف اللي كما قلت لكم تورطوا فيها بزاف ديال الفتيات اللي فعلا هما كيمارسوا الدعاره واللي فعلا تورطوا في القضيه، وكاينين ازيد من 16 فتاه اللي هي ضحيه للاسف اللي تم التشهير بهم وربطوهم مع القضيه اللي ما عندهم بها حتى شي صله. فالكثير من هاد الفتيات اللي هما ضحايا فتصابوا اليوم بانهيار عصبي لانهم ما قدروش يستوعبوا كيفاش انه يتم ربط الاسم ديالهم مع اسم فتيات اللي كيمارسوا البغاء او الدعاره ومع مثليين مع شواذ ومع ناس اللي كيمارسوا مع الحيوانات. يعني هادشي راه ما تبغيه حتى شي واحد، حسبي الله ونعم الوكيل. فاليوم اخوتي تقدموا مجموعة من الفتيات داخل المحكمة الابتدائية بالخميسات باش يستمع لهم وكيل الملك بسبب التورط ديالهم في هذه القضية الأخلاقية. هنا كنتكلم على البنات اللي تورطوا فعلا، اللي هما كانوا كيمارسوا هاد الأشياء المقززة في هذيك الفيرما ديال ابن المسؤول. وكاينين كذلك اليوم امام المحكمه الابتدائيه فتيات اخريات اللي جاوا تهم المحكمه. علاش؟ باش يتقدموا بالشكايات ديالهم بالسيده اللي هزات تصاورهم وقحمات الاسم ديالهم مع باقي الشابات اللي هما متورطين بالفعل. فهاد الملف هذا اخوتي باش تعرفوا مزيان انه كينقسم لجوج ديال الاقسام، كاينين بنات اللي متورطين بالفعل وكاينين بنات اللي هما ضحايا في هذا الملف. هذا الشيء اللي خصهم يعرفوه مزيان ويستوعبوه الناس ديال الخميسات، ان راه كاينين بعض الدريات اللي ما دايرين لا بيديهم ولا برجليهم ومساكن لقاو راسهم تم التشهير بهم وتصورهم كيتم البارطاج ديالها. وكذلك الناس خاصها تعرف ان المتهمات الرئيسيات راهم تم الاعتقال ديالهم، ياهم اليوم امام الوكيل العام للملك، وكاينين شي وحدينات فيهم اللي هربوا لدول الخليج. اما البنات الاخرينات اللي ما تشدوش راهم غير تجروا في الرجلين، كون كانوا دايرات بالفعل كون تم الاعتقال ديالهم، وكون راه تحيدوا لهم البورطابلات ديالهم باش دار لهم الخبره التقنيه، وكون راه داروا في الحجر الصحي باش ياخذوا الادويه ديالهم باش يبراو من داك الفيروس اللي هزوه من الكلاب. فكنتمنى ان الفكره توصل للناس ديال الخميسات، لان اخيب حاجه ممكن توقع لشي فتاه او لشابه هي انها تحقر
او اللي يتم اقحام الاسم ديالها في شي حاجه اللي ما دايرهاش، في شي قضيه اخلاقيه اللي ما عندها بها حتى شي صله. لان البنت شنو عندها في الدنيا من غير وجهها ومن غير الشرف ديالها والكرامه ديالها؟ ما عندها حتى شي حاجه اخرى من غير هادشي. اذا الا تمسات الكرامه ديالها وتمسات في الشرف ديالها، فراه هادشي راه صعيب بزاف وما تبغيه لا لراسك ولا لاختك ولا لامك ولا حتى شي حاجه. اذا الناس اللي كيبقاو يضربوا في الشرف ديال هاد الدريات فاتقوا الله، الناس اللي كيبارطاجيو الصور ديال دوك الدريات اتقوا الله. راه الا ما عندك اختك راه عندك امك، الا ما عندك امك راه عندك عمتك، عندك بنت عمتك. يعني انت ما غترضاهاش لعائلتك، اذا ما ترضاهاش حتى لبلاد الناس. راه ربي راه ما غيسمح لكم على داك البارطاج اللي كتبارطاجيو الفيديوهات والصور ديال دوك البنات اللي ما عندهم حتى شي علاقه بالموضوع، وكتشهروا بهم وكتسيئوا السمعه ديالتهم. وفكروا حتى لوالديهم ساكن، راه الوالدين حتى هما راه هازين الدقره، ماشي غير الدريات، راه امهات اللي تصابوا بانهيار عصبي ملي شافوا داكشي اللي وقع لبناتهم. ونجيكم من الاخر عاوتاني، راه كاينين دريات اللي جراو عليهم والديهم من الدار. علاش؟ لانها مسكينه ما دايره والو، ان الصور ديالها تنشروا وهي ما دايره والو. والله اخوتي راه الموضوع خطير جدا. اذا اتقوا الله وما تبقاوش تبارطاجيو شي حاجه اللي نتوما ما عارفينش التداعيات ديالها والخطوره ديالها. راكم كتخرجوا على الدريات. من جهه ثانيه الدعاره راه فين ما مشيتو كاينه، في اي بلد كاين الزين وكاين الخايب. ولكن ملي كتولي هاد الدعاره كتمارس مع الحيوانات اعزكم الله، هذه حاجه اخرى. هاد الممارسات بعيدة علينا، هاد الناس جابوها من الافلام الخليعة ديالة الغرب. هادشي كيشوفوه عند الغرب جايين باغيين يطبقوه في بلادنا اللي هو بلد عربي اسلامي. هاد الظاهرة احنا متبريين منها، احنا هاد الظاهرة ما بغيناهاش تنشر في بلادنا لانها راه خطيرة. علاش؟ لان هاد الدريات هادو اللي كيمارسوا الدعارة بنات الليل وكيمشيو كيمارسوا مع الكلاب اعزكم الله، راه كيهزوا الميكروب. وانتم عارفين ان هذا الدومين هذا ديالهم راه كل مره كتمشي كتبات في قنت. تخيلوا معايا شحال من واحد غادي تنقل ليه العدوى. كاين اللي مزوج غينقل العدوى لمرتو، كاين اللي ما مزوجش غينقلها لشي بنت اخرى وهي غاده. يعني الموضوع خطير جدا. هاد المساله خاص الضرب بيد من حديد على الناس اللي دخلوها لبلادنا، خصوصا اللي دخلوها للخميسات واساءوا الصوره ديالت مدينه الخميسات. دابا كتسمع هاد الموضوع اللي هو اليوم موضوع راي عام، شنو سميتو؟ كيقول لك قضيه بنات الخميسات، كيقولش بنات الدار البيضاء ولا بنات الرباط ولا، كيقول لك بنات الخميسات. يعني جمعوا بنات الخميسات كاملهم وسموا عليهم انهم خايبات، وهذا الشيء راه غلط كبير. راه هاد القضيه اساءت للساكنه ديال الخميسات وبنات الخميسات. هاد الشيء علاش يجب الضرب بيد من حديد، وان القضاء ما يتساهلش مع هاد الناس هادو اللي تسببوا في هاد الكارثه وفي هاد الفضيحه الكبيره. من جهه اخرى بنات دارهم اللي ما دايرين لا بيديهم ولا برجليهم كيتفاجئوا بين ليله وضحاها ان الصور ديالهم كيتبارطاجاو في الواتساب، كيتبارطاجاو في فيسبوك. علاش؟ حيتاش كيعرفوا واحد السيده هي اللي انتقمت منهم كاملات. وهاد السيده هادي اخوتي راها اليوم رهنا الاعتقال. تصاورهم هزاتهم ليهم من الفيسبوك او الانستغرام وناضت نشراتهم ليهم في واحد الفضيحه اخلاقيه اللي هما ما عندهم بها حتى شي علاقه. وهي اللي خرجوا الاوديوهات ديالها كتكلم مع واحد السيده اخرى كاينه في ايطاليا، كتقول ليها راني جبت التصاور ديال الدريات كاملين وراه اليوم تم الاعتقال ديالهم. الحمد لله انه تم الاعتقال ديالها وكنتمنوا ليها اقصى العقوبات. بينما السيده الاخرى اللي في ايطاليا اللي حتى هي انتقمات من واحد السيده حيت كانت دابزات معها واحد النهار، ناضت حتى هي خرجت تصاورها بدون وجه حق وقالت لهم راه هادي حتى هي كاينه مع دوك الدريات ديال الفيرما، والسيده راه ما عندها حتى شي علاقه بالموضوع. وانتم عارفين اخوتي ان المجتمع ما كيرحمش. يعني هاد الدريات كيكونوا خارجات كيبقاو يتغامزوا عليهم الناس، الدراري كيبقاو يضحكوا عليهم، فراه شي حاجه اللي هي صعيبه صعيبه بزاف. هاد الدريات اللي هما ضحيات اليوم حتى هما عندهم جلسه مواجهه مع هاد السيده اللي نشرت تصاورهم. وكنتمنوا ان القانون يكون صارم مع هاد الناس المشهرين اللي ما كيحترموش الخصوصيه ديال عباد الله. تشدي تصاور البنات من الانستغرام ولا الفيسبوك، الحمد لله انهم لابسين حوايجهم، الدريات لابسات حوايجهم عادي، تصاور عاديين وتنوضي انت تقحميهم
في اشياء اللي هي لا اخلاقيه، واش تبغي اللي يديرها لك انت ولا يديرها لاختك ولا يديرها لامك؟ بطبيعه الحال ما تبغيش. اذا علاش اللي تكرفسي على هاد الدريات؟ فشكرا للسلطات اللي اعتقلوا هاد السيده هذه قبل ما تهربتها هي للخارج، وكنتمنوا لها انها تدوز ايام كحله في السجن باش تعلم وتتادب وتكون عبره لوحدينات اخرين. وحده من الضحايا ديال هاد السيده هذه هاد المشهره كتقول انها كتجمعها بها علاقه صداقه، قالت لك هي صاحبتي، وكانت واحد النهار 3 سنين هذه قبل صونات عليا في الواتساب وقالت لي فلانه صيفطي لي هذيك التصويره ديالتك اللي لابسه فيها الجين راني بغيت نشري بحالو، وبقات محتفظه بديك التصويره 3 سنين هذه قبل. حتى لهذا الاسبوع ما عادت نشرات ديك الصوره وشوهات مولاتها على انها حتى هي كاينه مع دوك الدريات ديال الفيرما. هاد المتهمه كما قلت لكم اللي ظهرات في اوديوهات تتقول ان هاد البنات هادو متهمات وراه تم الاعتقال ديالهم وراهم حتى هما كاينين في الفيرما وراه شدوا عليهم تصاور وكذا وكذا، وهما غير دريات اللي خدات تصاورهم من الفيسبوك ومن الانستغرام وظلماتهم بدون وجه حق. دابا غير قولوا لي دابا هاد الدريات هاد الضحايا، ما كنهضرش على المتورطات، الضحايا هاد البنات الا بغاو يتزوجوا او الا بغاو يخدموا شكون باقي غادي يثق فيهم؟ يعني هاد خيتي راها خرجت عليهم بمعنى الكلمه. والاخطر من هذا انه كاينين سيدات متزوجات اللي هما خرجوا التصاور ديالهم، وكاينين دريات اللي مخطوبات وقريب يتزوجوا، فهادو اللي مزوجات اكيد غينوضوا ليهم رجالتهم وبحال والو يطلقوهم. هاد الدريات اللي مخطوبات اش من خطوبه باقي غادا تكمل؟ اش من زواج مازال غادي يكمل؟ هادشي راه خطير جدا اخوتي، والله القسم يعجز اللسان عن وصف هاد الفضيحه هادي اللي الصراحه الله بقاو فيا دوك الدريات اللي مشاو في الرجلين، بقاو فيا بزاف، لان اي وحده غادي دير راسها بلاصتهم، راه حتى وحده ما تبغي انها طيح في شي كارثه بحال هادي. والخطير في الامر عاوتاني، شوفوا المشكل فين كبر، ان المحامي ديال هذيك المشتكى بها اللي شهرت بالدريات وخرجت تصاورهم، فهاد المحامي كيقولوا الضحايا انه كيهدد فينا وكيقول لنا انه الا ما تنازلتوش المتهمه راكم غادي تشوفوا معايا وجه اخر، باش من وجه حق انك تتصل بالضحايا وتهددهم باش يتنازل الموكله ديالك. الموكله ديالك راها خرجت على السمعه ديال شحال من بنت، انت سير دافع عليها في المحكمه وما عندك حتى شي غرض بالضحايا. فكنتمنى ان البنات يوضعوا الشكايات ديالهم وما يتنازلوش نهائيا على حقهم، لان هاد الشيء راه سميتو ماء الوجه، سميتو السمعه ديالهم اللي تمسات، الكرامه ديالتهم، البنت الشرف ديالها والكرامه ديالها ما كيتعوضوا بمال الدنيا اخوتي. فاش غنقول لكم هاد القضيه مازال مطوله بزاف، ومازال فيها ضحايا بالجمله، ومازال فيها متورطات كتار اللي كانوا كيمارسوا هاد الممارسات الشاده وهم دايرين الماسك على وجههم. هاد ولد المسؤول كان تيدير لهم الماسك على وجههم وكيصورهم وهم كيمارسوا مع الكلاب، وكيشد في الاخير هادوك الفيديوهات وكيبيعهم المواقع ديال البورنو مع الحيوانات، كيشد فلوس صحيحه على دارهم وهما كيرمي ليهم 1500 ولا 2000 درهم. والقضيه تفجرات بعد ما مرض اولا تعادى من دوك الكلاب اولا من دوك الفتيات، وعاد حتى مرته اللي تا هي مرضات، ومنين كشفت على راسها لقات راسها انها مريضه بواحد العدوى اللي كتنتقل من الكلاب. وهنا فاش تواجهت مع راجلها قرر ليها بالفضيحه اللي كيدير، وبالتالي من بعد غادي ينفجر هاد الانفجارات هاد القضيه الخطيره في مدينه الخميسات كاملها، كلشي الناس كيهضروا عليها. اذا اخوتي كانوا هادو هما المستجدات، غادي نشوفوا ان شاء الله الجلسه ديالك اليوم باش غادي تسالي، وناتيكم ان شاء الله فيديو جديد قريبا. تهلاو ليا فراسكم بزاف، مع السلامه.